وللحديث أكثر ينضم معنا من مأرب مراسل الإخبارية محمود الحميدي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير محمود. ضعنا في آخر التطورات لديك الآن. نعم، صباح الخير. الميليشيا الحوثية ما تزال إلى هذه الساعة تشن هجوم عنيف على الأحياء السكنية جنوب وشرق مدينة الحديدة. هناك قصف عنيف ومكثف للميليشيا الحوثية يستهدف مناطق كيلو 7 وشارع 50 وغرب منطقة الدفاع الجوي. هناك قصف يستهدف المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة وتحديدا في مديريات حيس والتحيتة والخوخة. الميليشيا الحوثية تحاول أن تستمر في انتهاكاتها للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة. أكثر من 6000 خرق للميليشيا الحوثية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أو بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت عقب اتفاق ستوكهولم. الميليشيا الحوثية تحشد باتجاه مدينة حيس وباتجاه مدينة الحديدة. هناك هجوم على مواقع الجيش في تلك المنطقتين. الجيش الوطني يتصدى لكل محاولات الميليشيا الحوثية الهجوم على مواقعه في مناطق حيس والتحيتة. الجيش الوطني أيضا يتصدى لمحاولات الميليشيا الانقلابية تحرير استعادة مواقع من الجيش الوطني كان قد حررها عند انطلاق العملية العسكرية، لكن كل هذه المحاولات تبوء بالفشل. نعم. في ظل استمرار التحشيد واستمرار حفر الأنفاق للميليشيا في هذه المنطقة. في محافظة الضالع أيضا الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة نحو هذه الجبهة خلال 24 الساعة الماضية. طيران تحالف دعم الشرعية تعامل مع هذه التعزيزات. الجيش الوطني استطاع أن يحد هجوم واسع للميليشيا الانقلابية في منطقتي السليم والفاخر. أيضا الميليشيا الحوثية في هذه المحافظة تكثف القصف على المواقع السكنية، الأحياء السكنية، القرى الآهلة بالسكان، وهناك ضحايا مدنيون يسقطون. في ظل خسارة مواقع للميليشيا في محافظة البيضاء وتحديدا في جبهتي ناطع وقانية، الجيش الوطني استعاد منطقة صوران في مديرية ناطع، استعاد جبل الرفص، وأيضا هناك تقدم للجيش الوطني في جبهة قانية وتحديدا في منطقة الشبكة. يتزامن هذا التقدم للجيش الوطني، نعم يتقدم هذا التزامن للجيش الوطني في محافظة البيضاء بالتزامن مع هجوم للجيش الوطني نفذه فجر اليوم على مواقع الانقلابيين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، بعد أن كان طيران تحالف دعم الشرعية قد نفذ غارة ناجحة استطاعت أن تحد تعزيزات الانقلابيين التي حاولت الدفع بها نحو جبهة صرواح وتحقيق نصر يمكنها من الدفع بعناصر أخرى نحو جبهات القتال. كل هذه المحاولات للميليشيا تبوء بالفشل، ولا تستطيع أن تعمل شيء، ولا تستطيع أن تحرز أي تقدم غير القصف على المناطق السكنية. نعم نعم كنت معنا من مأرب مراسل الإخبارية محمود الحميدي، شكرا لك.